الدكتور نور الدين مصطفى، تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. صعب جدا يكون في لسه ناس بتخاف من زيارة طبيب الأسنان وتفضل تأجل فيها لآخر وقت. الحقيقة إن كل المخاوف والهواجس المرتبطة بزيارة طبيب الأسنان أصبحت من الماضي البعيد مع تطور التقنيات الحديثة، سواء في المعالجة أو التركيب، وأيضا تقنيات تجميل الأسنان اللي بقت تدي نتيجة تجميل فورية بدون أي إجراءات معقدة أو آلام، زي تجميل الأسنان بالليزر اللي بيتم بدون أي نزيف باللثة أو التهابات في الفم. علشان كده مهم جدا لكل مريض أسنان إنه يطمن إن طبيبه أو مركز الأسنان اللي بيختاره بيستخدم أحدث التقنيات وأعلى درجات الأمان والتعقيم ليحصل على أفضل نتيجة بدون أي آلام أو تعقيدات غير مرغوب فيها. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه، مع واحد من ميجا ستارز عالم طب الاسنان. 100% من البشر عندهم مشاكل في اسنانهم. دي كلام، ده كلام من منظمه الصحه العالميه. 100% من اطفال المدارس عندهم، من البالغين في جميع انحاء العالم عندهم مشاكل في اسنانهم، عندهم حفر في اسنانهم، ماده الفلورايد بتاعتهم مش بيرفكت. ده كل البشر كده. 30% من البالغين من الفئة العمرية من 65 ل 74 لا يمتلكون أسنان طبيعية. 20% من ذوي الأعمار المتوسطة عندهم مشاكل وتدهور شديد في اللثة، وده بينبئ بأنهم هيفقدوا أسنانهم. 40% من الأطفال عندهم مشاكل وردود في أسنانهم بسبب الملاعب واللعب والرياضات وواخله. كل الناس مروا بتجربة مع عصب من أعصاب السن الأسنان. وعلى فكرة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا، لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف. لكن ما زال نايتمير، كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك، يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب. طب تعالوا نفهم النهاردة في 2022 و23 و24 إيه اللي حصل في عالم التقدم التكنولوجي المذهل لطب الأسنان في عالم علاج العصب. خلي علاج العصب بدل ما هو نايت مير بقى نزهة لطيفة. تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض، مع ضيف العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان اللي أنا بسعد جدا وبنتظر الزيارة الجميلة دي بتاعته بفارغ صبر، لأن أنا عارف أن أنا هتكلم مع مطور مهم جدا لعالم التكنولوجيا ومطور مهم جدا لعالم صناعة الأسنان المتكاملة. وكل جزء على حدة في عالم صناعة الأسنان أكيد له الرعاية الخاصة في وايتي، وأكيد أنتوا عرفتوا ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، والمؤسس لوايتي. اهلا بيك يا دكتور. صديقي العزيز، حبيب قلبي، وحشني. وحشني والله. ربنا ايه، وحشني انت دايما. لا انت كنت بتبدا بالكلام بجمله تانية غير صديقي العزيز. انا لا، ما انا قلت بقى انا غير شويه. 2022 فيها تغيير طبعا. ليه النهارده يعني حبيت ان انت تكلمنا عن العصب، عن علاج العصب؟ علاج العصب انا استغربت على فكره انت اخترت الموضوع. هي عشان اول حاجه لازم نوصل للناس معلومه ان احنا في الاساس احنا اطباء، يعني دورنا طبي قبل التجميل. الناس طبعا علشان خاطر احنا مشهورين جدا في التجميل، فمتخيلين ان المراكز عندنا هي متخصصه في التجميل، ودي معلومه غلط. اصلا احنا عندنا كل تخصصات طب الاسنان من اول ما الطفل بيتولد لغايه اكبر جراحات بتتم في الوجه، وجراحات الاورام ومشاكل مفصل الفك والزراعه، فاحنا عندنا كل التخصصات. فدايما الناس رابطه بيننا وبين التجميل، واحنا اساسا زي ما قلنا لا، احنا عندنا كل التخصصات موجوده، وكلها فيها ناس استشاريين على اعلى مستوى اللي بيقوموا بالتخصص المطلوب. فمن خبرتي السنين اللي فاتت دي، ايه اكتر حاجه لما بيخش لي في اليوم عدد من الحالات، اكتر حاجه هكتشفها ايه عند الحالات؟ حاجتين، لا اما عنده التهاب شديد في اللثه، لا اما عنده عصب، ما عنده فجوه او تسوس وصل للعصب. دول اكتر حالات موجوده في العياده،
يعني لو بيخش لك افريج 50 60 حاله هتلاقي منهم 40 مقسومين في الاثنين دول، الباقي بقى اللي جاي يعمل تجميل، اللي جاي يعمل زراعه. لكن معظم الناس عندها مشاكل تخص اللثه وتخص اعصاب السنان. فانا عشان كده قررت النهارده لازم اتكلم عن فكره علاج العصب، لانه بما ان هو من اكتر المشاكل انتشارا، طيب لو تم علاجها بشكل سليم يبقى الحالات هتعيش حياتها بعد كده بشكل سليم. للاسف 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 اكتر المشاكل اللي بتجنى هي اعاده لعلاج عصب قديم معمول مش بشكل مظبوط. ليه؟ لان ما عملوش متخصص في علاج العصب. علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 جدا، نسب نجاحه عاليه جدا 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 نتيجه التكنولوجيا اللي بقت متوفره والعلم والخبره اللي بقت عند دكاتره علاج العصب. فلقينا ان كميه علاج العصب اللي بتاعت كتيره قوي، فقلنا لا، النهارده احنا عايزين نتكلم مع الناس نعرفهم علاج العصب ايه ويتعمل صح ازاي، وده اجراء لو عملته صح هتعيش حياتك بقيه حياتك كلها، الدرس حافظت عليه او السنه حافظت عليها للابد، ومش هتعيش باي مشاكل بعد كده. ايه هو حشو العصب وايه الاسباب اللي تخليني اعمل حشو عصب؟ حلو قوي. الاول لازم نتكلم ان السنه بتتكون من طبقات، الطبقه الخارجيه طبقه المينا، ودي طبقه رفيعه بس صلبه جدا، مقاومه جدا للتسوس وللتلوث، تمام؟ بس هي زي ما قلنا رفيعه جدا. بيليها طبقه تانية اسمها طبقه الدنتين او العك، الطبقه دي ضعيفه هشه، هي كبيره بس ضعيفه وهشه. جوه طبقه الدنتين بيخش العصب، اللي هو العصب عباره عن ايه؟ عباره عن العصب الحسي اللي بيوصل لي الاحساس بالسائع وبالسخن، اللي هو بالظبط ربنا عامله كجرس. بدا يبقى فيه مشكله، تبدا تحس ان السائع والسخن، الحاجات السويتي بتبدا تضايقني، اعرف كده ان انا عندي مشكله. بالاضافه للاوعيه الدمويه المغذيه للاسنان. طيب امتى بنحتاج نعمل علاج عصب؟ بنحتاج نعمل علاج عصب في حاله من الاثنين، لا اما ان بدا يبقى فيه تسوس في السنه، فالتسوس ده فضل ينخر في سطح السنه وياكل فيها ياكل فيها، وبالمناسبه هو بياخد وقت طويل جدا علشان خاطر يعدي الطبقه الرفيعه اللي هي المينا، اللي هي طبقه المينا اللي هي الطبقه الرفيعه القويه جدا، بياخد وقت طويل قوي عشان يعديها. لكن وانس ان هو عداها بينزل في الطبقه الهشه دي، الطبقه الهشه دي بيبدا ياكل فيها بسرعه جدا فيوصل للعصب بسرعه جدا. طيب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر، الم رهيب غير عادي ولا يتوقف، لانه زي الكسر. ما هو الالم الرهيب بتاع الكسر ايه؟ ان العظمه لما بتتحرك بتضغط على العصب اللي ماسك، هو العظم نفسه ما فيش عصب، لكن العصب اللي فوق اللي هو فوق العظم ده اول ما تبدا العظمه تتحرك تبدا تضغط عليه توجعني، هنا العصب اتكشف فيبقى عندي نفس الالم اللي هو زي كاني عندي كسر. فالالم الرهيب ده هو ده اللي بيخلينا نتحرك. عشان كده اكتر ناس بتتحرك بتروح العياده مين؟ مش الناس اللي عندها اي مشاكل، الناس اللي رايحه بعلاج عصب. اه طبعا، يعني علاج العصب ده يقعد ويجي جاري ويعمل ما بيستحملش. ده انا بقول لك ده يعني لو عرف يعدي ليلته هو تاني يوم الصبح عند الدكتور. وفي لحظات معينه المسكنات بتقف ما بتعملش خلاص. لا لو حاجه اسمها اكيوت او سيفير بالبايتس او التهاب حاد للعصب، ده ما فيش حاجة، لو خد حقنة ايه هي لازم يتوجه فورا للدكتور علشان يعمل ريليف للمشكلة دي. الحشوات ليها انواع؟ في طبعا الحشوات العصب القديمة كنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه لاترال كوندنسيشن، اللي هو زمان فاكر لما كان الدكتور يقعد شهر شغال في علاج العصب وعمال لاخر جلسة يجيب عيدان ويحطها جنب بعض ويقعد يحشرها. دي طريقة قديمة اولد خلاص. احنا دلوقتي نقلنا لمرحلة جديدة خالص، هي مرحلة حشو العصب ثلاثي الابعاد، اللي بتبدا بتحشي العصب ده قناه ممكن يبقى فيها تفريعات، ممكن يبقى فيها التواءات، فبتبدا التقنيات الحديثه انك تحشي العصب بالحقن، انك بتحقن العصب دوت فبيتحقن فبيبقى مغلق ثلاثي الابعاد. وهنا في نقطه مهمه قوي، هو حشو العصب، هو تمويت العصب، هو حشو الجذور، هو علاج الجذور، ايه هو؟ هو باختصار هو ازاله الانسجه الحي او الميت بالقنوات العصبيه بالكامل. يبقى معنى كده ان لازم اكون ايه؟ عارف عدد القنوات العصبيه بتاعتي، تمام؟ تاني حاجه ان اكون قادر ان اخش جوه القناه العصبيه بالكامل. طيب لو عندي قناه عصبيه ملفوفه، وهنشوف في صور قنوات عصبيه ملفوفه جدا، كان زمان الفايلز اللي بنستخدمها عشان ننضف بيها القنوات العصبيه كانت ناشفه، فممكن مثال جدا تتكسر. دلوقتي في حاجه اسمها الفايلز فائقه المرونه، كانها منظار، كانها بالظبط منظار.
الفكرة هنا إيه؟ زي ما قلنا رقم واحد عشان أعمل علاج عصب ناجح شروط كده. واحد إيه؟ الإزالة الكاملة للأنسجة الحية أو الميتة جوه القناة العصبية بالكامل. يبقى أنا كده شلتها كامل. بعد كده أطهرها كويس. بعد ما أطهرها كويس جداً أحكم غلقها. لو أي واحدة من التلاتة دي اتعملت غلط يبقى علاج العصب فشل. ما عرفتش عدد القنوات، عملت درس فيه أربعة عملت تلاتة، ما أنا عندي نسيج حي في الرابعة هيعمل لي فشل ليه؟ ما نظفتش الجدر للآخر علشان كان لفف مني قوي، فسبت بواقي نسيج جوه القناة هيحصل له فيلير وهيبوظ. هنا زي ما أنت شايف، شايف الحشو العصب جه في الآخر ولف إزاي؟ دي اسمها لاترال كانال. اللفة دي قناة جانبية. قناة جانبية. القناة الجانبية دي كان مستحيل إن أنا أقدر أقفلها باللاترال كوندنسيشن. أنت بتحط عود جنب عود جنب عود، هيخش جوه دي إزاي؟ كان هو ماشي ستريت كده، وانت حطيت جنبه واحد تاني ستريت كده، واحد ستريت كده، تفضل تحشر فيهم، في الاخر عمرها ما هتخش في اللاترال دي. الحل الوحيد ان انا اخش جوه اللاترال كانال دي هو ان انا استخدم طريقه الحقن، لان طريقه الحقن انت بتدخل الجتا بركة دي سائله تحت ضغط، تقوم داخله طق فتملى كل الايه الفراغات الجانبيه. الحاله دي صعبه جدا. الحاله دي فيها ايه؟ الحاله دي نتيجه خبط حصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن. انت مش شايف ان في قناه اصلا، القناه بادئه من عند تلت الجدر من تحت، مفيش قناه عصبيه. القناه بادئه فين؟ بادئه تحت خالص. علشان خاطر تقدر توصل للقناه دي انت محتاج اجهزه حديثه جدا، علشان انت عايز توصل للقناه دي في المجرى الصحيح بتاعها، من غير ما تعمل خرم في الجدر، من غير ما تخش يمين او تخش شمال، تستخدم التراسونيك موجات فوق صوتيه عشان تشيل الكالسيفيكيشن تيشو او التكلس اللي جوه القناه ده، علشان تقدر تنظفه، عشان نشوف بعد كده ان احنا قدرنا نفتح القناه بالكامل ونظفناها صح. يعني هنجيب الصوره اللي بعدها، بص هنا وصلنا خلاص فتحنا القناه بالكامل وقدرنا نوصل لاخر القناه، مع ان القناه دي تلتينها مقفول من فوق. الكيس دي هل تتخيل ان في دكتور ممارس عام يقدر يحلها؟ لا. لو اصلا ده الدكتور اللي استخدمها وهو اصلا دكتور متخصص تعب فيها، تعب عشان يوصل لكده، لانه استخدم اجهزه كتير قوي عشان يقدر يوصل ان يفتح القنوات ديت ويقدر يحشي القنوات بالشكل ده، فاقدر اعمل علاج عصب سليم. انا مش عايز اعمل علاج عصب واجي بعد سنه الاقيه باظ، لان لو باظ هضطر اعمل له اعاده علاج عصب. خلينا نتفق بقى ان علاج العصب السليم دلوقتي بالاجهزه الحديثه، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، باستخدام الحقن، باستخدام الايبكس لوكيتور، باستخدام الفايلز. الايبكس لوكيتور اللي هو بيحدد الايبكس بتاعنا الاخر، اللي هو اخر حته في الجدر فين بالظبط. لا ما انا بقيتش علشان طبعا دكتور سنان بقى لنا 15 سنه مع بعض بنعمل حلقات حفظت فخلاص. لا وكمان الحاجه الثانيه المهمه جدا، جتا بيركا الماده السائله هي بقى، ان الجتا بيركا نقلناها منها جتا بيركا بتتحط عيدان جنب بعض لانها بتتحقن تحت ضغط. تحت ضغط زي الاسمنت كده اللي بيتحرق، اللي هو الطحن. اللي هو الضغط اللي هو بتعمله بالحقن. اللي بالحقن ده زي ما بقول لك دي ميزته ان هو بيخش يفتح لي القنوات الجانبيه، فبالتالي اضمن ان السنه بالكامل اتنضفت وبانها اتقفلت، لان انا لو سبت بواقي البواقي دي هيحصل لها تعفن بعد كده وهتعمل لي مشكله. هي دي فكره ان انا استخدم الحقن، دي اهم حاجه فيه. والميكروسكوب دوره مهم جدا. بص بقى، في حاجه في طب الاسنان اللي يعني بالعربي كده، كل ما شفت اكتر كل ما اشتغلت صح. شايف؟ طيب دور الميكروسكوب ايه؟ تكبير، يخلي القناه اللي احنا اصلا كنا بنشغل بيها طول عمرنا مش شايفينها، وبنشغل بيها اسمها تاكتايل سنسيشن، انت بتحس بصبعينك دول انت ماشي وفي ريزيستنس ولا ما فيش، لا انت شايفه قناه كبيره جدا باصص جواها، شايف كل تفاصيلها، عارف لو في دبرز، لو في بواقي من السن من الانسجه جوه القناه انت شايفها. فبالتالي انت لما بتنظف كويس قوي بتبقى شايف ان انا عندي وول هيلثي، وول نظيفه. كل ما انت شايف احسن، انا نظفت احسن، انا مطمن. هي الفكره كلها فكره ازاي انظف اقصى حاجه، ازاي اطهر كويس جدا، ازاي اوصل لكل الحتت الخفيه بالظبط كده، مفيش حاجه مستخبيه عليا، ساعتها اقدر اعمل علاج عصب سليم 100%. علاج العصب زي ما قلنا هو من اكتر الحاجات اللي بتتعمل في عيادات طب الاسنان، ومن اكتر الحاجات اللي احنا عيدناها خلال العشر سنين اللي فاتت دي هي علاجات العصب. ليه؟ لان حالات كتير قوي جايه فيها اربع قنوات معمول منها ثلاثه، حالات كتير قوي شورت، ده في كميه مشاكل مع بعض كده نعد.
اول حاجه فايل مكسور. يعني الدكتور هو بيشتغل، والله كنت هشخص لك فايل مكسور. تمام. تاني حاجه الجدر هو اصلا مش منظف لاخره، يعني انت لو بصيت اخر الجدر اهو فين، انت اصلا فين تنظيفه؟ انت ما نظفتش. يعني عندي مشكلتين، انك ما شلتش كل الانسجه اللي جوه القناه، وما حشيتش كل القناه، وكسرت كمان جوه القناه اداه وسبتها كده ورحت مركب مسمار. دي بقى ما دي الكسر ده كارثه، لانه هو يعني الحته دي بقت بؤره يقدر الانفكشن دي بؤره صديديه. تعالى بقى نشوف بعد الحاله اللي بعد الصوره اللي بعدها، ادي الفايل طلعناه. انت عارف يعني ايه فايل يطلع؟ انت عارف الفايل ده صعب جدا، ده معجزه مش عارف. ده ليه اجهزه معينه بتخش عشان تجيبه، ما انت الفايل ده محصور جوه. لازم تدخل، شوف انت جوه قناه بسمك تقريبا الابره. تخيل بقى ان انت بتدخل جهاز ماشي جوه القناه اللي جوه الابره دي علشان يمسك في الفايل ده ويطلعه. شايف الفايل ده احنا مكبرين قد ايه عشان يبان الفايل ده ما بيبانش، يعني ده حاجه رفيعه جدا. لحظه طلوع الفايل ده لحظه مثلا نزول الانسان على القمر بالنسبه لنا كدكاتره اسنان. انت عملت حاجه، يعني انت بتحيي درس او سنه محكوم عليها بالفشل، ومنعت مشاكل كبيره وعديده هتحصل بسبب هذا، يعني هيحول حياه الانسان. ما هو في خراج اصلا، انت لو بصيت في الصوره في خراج تحت السن. دي بقى تعالى شايف الدرس اصلا ماشي كده الجدر، وبعد كده هو قرر يروح الناحيه دي. طيب لو انت معكش الادوات السليمه اللي تستخدمها في جدر زي ده هتقفله ازاي؟ يعني هات الصوره بعد، بص بقى الـ 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 القناه دخلت لفت رجعت تاني لفت رجعت تاني. فانت مطالب بحاجتين، انك تقدر تنظف القناه دي بالكامل، ودي اهم حاجه. تاني حاجه تقفلها برضو بالكامل. شايف التشعبات اللي طالعه من القناه العصبيه دي من الحقن؟ كل التشعبات دي لو انا ما استخدمتش طريقه الحقن فضل فيها انسجه، الانسجه دي تعمل خراريج جانبيه. يعني الحالات اللي زي كده ممكن الدكتور يبقى محترم جدا واشتغل واجتهد ونظف القناه كويس قوي وقفلها لغايه الاخر، وفجاه يلاقي خراج جنب الجدر. يا جماعه انا مقفل السنه كويس، الخراج ده جه منين؟ من القناه الجانبيه دي. القناه الجانبيه دي بعد الدراسات دي هي اكتر حاجه بتعمل فيلير او بتعمل فشل لعلاج العصب. فلما تحقن وتشتغل بطريقه الحقن فانت قفلت وضمنت ان انت قفلت كل القنوات الجانبيه دي. ده فايل مكسور تاني اهو، جاد الفايلات اهو، واحد تاني اتكسر. هو مش عيب ان الفايل اتكسر، العيب ان انا اسيبه، ان انا اسيبه وما اعرفش اكمله. بص هنا القناه بقى بعد ما نظفنا ودخلنا وطالعه وداخله بجدر واحد، داخله بقناه واحده، بقى كده قسمت قناتين. شايف الفاريشن؟ يعني انت هنا ماشي فاريبيليتي الشخص كله. بص بقى الدرس ده خراج اهو كبير تحت، ما شاء الله معمول فيه قناه واحده اللي معموله. تعال نشوف اصلا الدرس ده فيه كم قناه بقى بعد ما الحلقه، يعني الصوره اللي جايه. أربعة، واحد اثنين أربعة ثلاثة أربعة أربعة معمول منهم واحدة. عشان كده علاج العصب، وبص الخراج ريليتد ليه، هات الصورة اللي بعدها. بص بقى بعد ما تقفل بص شكله عامل ازاي، والتقفيلة واصلة لآخر الجدر، والباف سيل عارفين الحشو بيبان ابيض قوي. والباف سيل كمان، في سيل قفل نزل قفل تحت القناه نفسها، الحته الاخيره، الحته الاخرانيه اللي هي عامله زي الفوم، زي رجل زي ما يكون رجل شبح كده، عامله زي الفوم كده. دي بتنزل تقفل بقى، تعمل سيل اسمها باف سيل، علشان تقفل وتعزل منطقه الخراج. يعني تقفل يعني غلط للغلط. فده عشان يتعمل. انت متخيل ما هي السنه اللي جايه دي جايه من عند مين؟ كان عاملها فين؟ عاملها عند حد اجتهد بس مش متخصص. يعني انا اول ما بشوف ده، ما هو لو متخصص يبقى عنده الامكانيات. مفيش حد هيتخصص بدون امكانيات. انت خلاص راجل تخصصت في علاج العصب، فانت بقيت عارف ان انا لو ما عملتش طريقه الحقن هيبوظ مني، لو ما استخدمتش الميكروسكوب هيبوظ مني، لو ما استعملتش الفايلز فائقه المرونه اللي هتساعدني ان انا اظبط كل القنوات بتاعتي هيبوظ مني. يبقى بالتالي لو انا متخصص هعمل ايه؟ هروح اجيب الادوات دي عشان اشتغل بيها. فما تقنعنيش ان انا متخصص وعارف ان من غير الادوات دي هبوظ مني الكيس، ابقى تخصصت ازاي؟ يبقى لازمته التخصص ايه؟ سؤالي انا عايز اسالك سؤال، يعني الحشوات ليها مضاعفات؟ حشوات العصب ليها مضاعفات واحده لو اتعملت غلط.
يعني اتعملت مش مظبوط. ما هو كل اللي احنا شفناه ده مضاعفات. يعني كل الكيسز اللي شفنا تحتيها خراريج ومكسور فيها فايل وفيها خراج جانبي نتيجه اللاترال كانالز او القنوات الجانبيه، هي دي مش هو الخراج ده مش سايد افكت، مش ده ناتج من علاج مش مظبوط. فالحشوه لو مش معموله صح هينشا عنها خراج، ممكن اخسر السنه خالص. وخد بالك الاسنان اللي بنخسرها نتيجه خراج ما بنقدرش نزرعها على طول، يعني ما بقدرش اخلعها وازرع، لا ده انا في الحاله دي لازم نخلع وننضف العظم ونزرع عظم ونستنى من العظم ده يمسك في العظم بتاعنا وبعد كده نزرع. فدخلت في دلمة حتى لو انا عايز ازرع، يعني انا مش بس كفايه ان انا هخلع وخسرت السنه، لا ده انا عيني هخلع وهنضف العظم واعمل له كحت واحط عظم واستنى علشان يعني عشان اعيد بناء اللي بوظه الخراج اللي كان عايش تحت الدرس. فعشان كده نصيحة، علاج العصب اعمله مع دكتور علاج عصب، انا مش طالب منك اكتر من كده. اللي انا عايز اقوله بقى ان احنا مش بنروج لعلاج العصب عندنا، لا احنا بنروج متخصص. احنا بنروج لعلاج العصب عند المتخصصين. يعني حضرتك بمنتهى البساطة عايز تعمل علاج عصب شوف دكتور متخصص او مركز يبقى عنده دكاترة متخصصين في علاج العصب. فانت دور بس، لكن ما تروحش تعمل علاج العصب بالذات، لان بقول لك اكتر حاجة عدناها اخر 10 سنين هي علاقات العصب الخاطئه. انت شايف اصلا في الصور تقريبا ما فيش صوره انا جبتها لك كانت علاج عصب سالك، يعني كله بعيد. ده انا هقول لك على حاجه، يتربع علاج العصب الخاطئ بمشاكله على عرش الثقه الغير جيده بين بعض الناس وبين طب الاسنان. بالظبط. هو بتبقى عنده الباد اكسبيرينس او التجربه السيئه اللي عنده، هي انه راح عمل علاج عصب وفضل موجوع او باظ او اتخلع، يعني حصل له مشكله نتيجه انه عمل علاج عصب غلط. امتى تقرر ان احنا نعمل لك كراون؟ امتى نعمل تجميل بقى؟ ده ما فيهوش قرار، لا احنا امتى نعمل كراون؟ اي سنه اتعمل لها علاج عصب لازم يتعمل لها كراون. أيوة. عشان برضو الناس ايه بيقوم عمل علاج العصب فخف يقول لك انا كده خفيت وزي الفل خلاص بقى. طيب الضرس بيفقد حاجتين، او السنه بتفقد السنه او الضرس اللي بيتعمل لهم علاج عصب بيفقدوا حاجتين مهمين جدا. عشان كده احنا برضو ما بنعملش علاج عصب عمال على بطار، احنا بنعمله لما يبقى السنه خلاص محتاجه علاج عصب. بتفقد واحد السوائل اللي جوه النسيج بتاعها فبتنشف فبتبقى عامله زي الازاز فبتبقى بريتل قابله للكسر، ادي واحد ما بيبقاش فيها ريزيلينس، ما بتبقاش ريزيلينس دي اللي هي ما بقاش فيها امتصاص للصدمات والمرونه، تمام كده، فبتفتقد لده تمام. تيجي حاجه تانية بقى، هم اكتشفوا في بعض الابحاث الحديثه بتقول ان تحت الاسنان في ريسبتورز. الريسبتورز دي زي عارف الفرامل بتاعه المصعد لو وقع يوم ماسك، مستقبلات. لما انت بتاكل حاجه ناشفه مره واحده ايه اللي بيحصل؟ بتعمل ايه؟ بتفتح بقك مره واحده، صح كده؟ يعني لو بذر الجوافه جت او حاجه ناشفه بتاكل طبعا تفتح مره واحده. الريسبتور انت ما عملتش حاجه، هو ريسبتور ارى ان في فورس او في قوه قويه جدا نازله على السنه هتكسرها الحق افتح. الريسبتورز دي لما بنعمل علاج العصب ما بتبقاش موجوده، فممكن وانت بتاكل حاجه ناشفه قوي ما تقفش فتكسرها. يبقى انا هنا مطالب ان انا احط كراون لي عملت علاج عصب ماكسيمم اسبوع 10 ايام اسبوعين اكون مركب طربوش على السنه عشان احميها. فهنا الطربوش مش امتى اعمله امتى ما اعملوش، لا انا هعمله. يعني امتى هضطر اعمل طربوش؟ لا، اي ضرس اتعمل له علاج عصب انا بعمل فيه طربوش. حشو العصب هذه هي المناطق البارده في التعامل ما بين الجمهور وما بين طب الاسنان. هذه هي المنطقه الاولى ربما الذي يذهب فيها مراهق الى دكتور السنان اول مره بقى. صح، اول تعامل. اول تعامل. مساء الخير، انا بخبط اهو داخل عندي 16 17 سنه 15 سنه جاي اعمل علاج عصب. لا اما التجربه تبقى جيده ويحب المريض، لا اما التجربه تبقى سيئه ويكره المريض. وعندنا المريض في مصر عنده عيب، وده موجود في العالم كله، عيب التعميم، لغايه لما نخرج من عقله او نخرج من عقله هذا التعميم وننقله الى عالم التطور اللي موجود في كثير من المنظومات المتطوره اللي ماشي على الاسس السليمه لصناعه تيم في عالم طب الاسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا المجال الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان من جامعه نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي
من برلين، وطبعا الصديق والزميل العزيز، نورت الناس الحلوه وابدعت دكتوري الغالي حبيب قلبي. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.